السؤال المهم اللي مطروح على جدول اعمال هذه الدوره هو ما هي الاسباب اللي حالت وتحول حتى الان دون الاستفاده القصوى للبلد من الامكانيات الهائله التي اتاحها الدستور الجديد، لانه كنحسوا باننا ما زلنا ندور في ما يشبه الحلقه المفرغه. هناك كذلك موضوع اساسي مطروح على جدول اعمال الدوره وهو بحث توفير المزيد من المقومات من اجل صياغه الاجوبه الضروريه بشان التحديات المتفاقمه اللي كتواجه البلد. معارضه من الاول للولايه التشريعيه.